بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفاجآت عديدة في قائمة الأهلي أمام المصري وعودة الحاوي ورمضان صبحي وثلاث مشكلات فنية في الأهلي قبل لقاء المصري كيف سيتعامل معها لسارتي هي أبرز أخبار القلعة الحمراء لهذا اليوم نستعرضها مع حضراتكم في قناة أخبار عاجلة ولكن في البداية وقبل التفاصيل أدعوك عزيزي المشاهد لو بتشاهد قناتنا الأول مرة اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد ونروح للاخبار والخبر الاول غيابات الاهلي عن مباراه المصري انضم محمد هاني وحسام عاشور ثنائي الفريق لقائمه الغائبين عن مباراه المصري البورسعيدي التي ستقام الخميس ضمن مؤجلات الجوله 19 من عمر مسابقه الدوري وضمت القائمه ايضا كل من عمرو السوليه ومحمد الشناوي ومروان محسن للايقاف وسعد سمير ووليد سليمان وكريم ندفيد وهشام محمد وشريف اكرامي ومحمود وحيد للاصابه قائد جديد لوسط الاهلي امام المصري عقد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي محاضره مع لاعبي الفريق قبل المران الاخير وتطرق لاسارتي خلال المحاضره الى الحديث عن اهميه مباراه المصري البورسعيدي وضروره تحقيق الفوز وعدم التفريط في اي نقطه كما عقد لاسارتي جلسه خاصه مع اللاعب هشام محمد لاعب وسط الفريق ومنحه بعض التعليمات الفنية بعد اقترابه من التشكيل الأساسي وذلك في ظل غياب عمرو السلية وحسام عاشور الاهلي يستعيد رمضان صبحي امام المصري البورسعيدي. انتظم رمضان صبحي في تدريب اليوم للفريق والمقام على استاد التيتش بشكل طبيعي، واعلن جاهزيته لمباراه المصري وتتوقف مشاركته وفقا لرؤيه الجهاز الفني. بعد غياب الحاوي ينتظم في تدريبات الاحمر. انتظم وليد سليمان لاعب فريق النادي الاهلي في مران الفريق الاحمر اليوم الاربعاء على استاد مختار التيتش. وعاد وليد سليمان من المانيا بعدما خضع للفحوصات الطبيه هناك للاطمئنان على اصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبه وخاض تدريبات تاهيليه هناك مارتي لاسارتي يعلن يعني قائمه الاهلي لمباراه المصري اعلن مارتي لاسارتي القائمه التي تستعد لخوض مباراه المصري البورسعيدي على ملعب المكس والمؤجله من الجوله 19 بالدوري وشهدت القائمة عدة مفاجآت حيث شهدت عودة أحمد الشيخ ورمضان صبحي بعد الغياب بسبب الإصابة، كما ضمت القائمة الحارس الشاب مصطفى شوبير في ظل غياب الشناوي وشريف إكرامي، كما ضمت القائمة أيضا لاعب فريق الشباب مواليد 2001 عربي بدر من أجل تدعيم مركز الوسط، وجاءت القائمة كالتالي في حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير في خط الدفاع احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، باسم علي وفي خط الوسط حمدي فتحي، عربي بدر، هشام محمد، رمضان صبحي، صالح جمعه، احمد الشيخ، جيرالدو، جونيور اجاييه، حسين الشحات وناصر ماهر، اما في خط الهجوم صلاح محسن ووليد ازارو. قبل موقعة المصري ثلاث مشكلات فنية في الاهلي كيف سيتعامل معها لسارتي؟ الأرجواني مارتي لاسارتي المدير الفني للأهلي أمامه فرصة لتعويض الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بهدف دون رد والتي تسببت في تراجعه إلى المركز الثالث بعدما كان على قمة جدول الدوري ولكن الأمور ليست سهلة أمام الأرجواني فالأهلي يعاني من غياب 13 لاعب سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات مما يعني أن الفريق الأحمر سيدخل المباراة بتشكيل اضطراري لتعويض الغيابات وبالنظر للاعبين المقرر غيابهم عن المباراه وهم محمد الشناوي وشريف اكرامي وسعد سمير ومحمد هاني وكريم نيدفيد وحسام عاشور وعمرو السليه ورمضان صبحي ووليد سليمان واسلام محارب ومروان محسن نجد ان لاسارتي سيواجه ثلاث مشكلات، المشكله الاولى في حراسه المرمى حيث تاكد غياب محمد الشناوي عن صفوف الاهلي بسبب حصوله على البطاقه الصفراء الثالثه خلال مشاركته الاخيره امام بيراميدز الشناوي أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، فقد شارك في هذا الموسم خلال 16 مباراة بالدوري إلى جانب 8 مباريات أخرى في دوري أبطال أفريقيا، والأهلي سيتأثر بغياب الشناوي عن مباراة المصري، خاصة مع عدم جاهزية شريف إكرامي لخوض اللقاء، حيث كان يعاني من إصابة بتمزق في عضلة السمانة، تعرض لها المشاركة في أحد التدريبات وما زال يتعافى حتى الآن. لسارتي ليس أمامه سوى الاستعانة بعلي لطفي الذي لم يشارك مع الفريق الأحمر هذا الموسم سوى أربع مباريات. اثنين في الدوري ومباراة بالكاس ومباراة بدوري الابطال. مشكلة خط الوسط حيث سيغيب ثلاث عناصر اساسية عن خط وسط الاهلي في مباراة المصري وهم حسام عاشور وعمرو السلية وكريم نيدفيد ومن الممكن ان يعوض لسارتي غياب الثلاثي بالاستعانة بحمدي فتحي بجوار صالح جمعة او هشام محمد او الدفع باحمد فتحي على ان يشغل باسم علي مركز الظهير الايمن. مشكلة الهجوم يغيب عن مباراة الأهلي والمصر أيضا اللاعب مروان محسن بسبب الإيقاف حيث حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته في لقاء بيراميدز الأخير كما يعاني الفريق الأحمر أيضا في خط الهجوم بسبب تراجع أداء اللاعب المغربي وليد أزارو واستمرار مسلسل إهداره للفرص السهلة بجانب أيضا غياب صلاح محسن عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر صلاح محسن شارك مع الأهلي هذا الموسم خلال 11 مباراة تسعة في الدوري ومبارتين في دوري الأبطال سجل هدفين فقط أما وليد أزارو فشارك في 20 مباراة مع الأهلي 15 بالدوري و5 بدوري الأبطال سجل أربع أهداف فقط وصنع اثنين آخرين أما بالنسبة لمروان محسن فشارك في 21 مباراة هذا الموسم 14 بالدوري و7 بدوري الأبطال وسجل 7 أهداف وصنع ثلاثة الأرجواني مارتن لاسارتي أمام مأزق حيث لم يبقى أمامه سوى حلان الحل الأول وهو الاستعانة بوليد أزارو بمفرده والحل الثاني هو الدفع بالثنائي وليد أزارو واجي لتنشيط الجبهة الهجومية مع تواجد صلاح محسن على مقاعد البدلاء إلى هنا مشاهدين متابعين تنتهي مع حضراتكم أخبارا لهذا اليوم نرجو أن تكون حازت على إعجابكم في النهاية لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته